فما تفهمش ليه دايماً البنك الأهلي يتعرقل بالشكل ده. نفهم أكتر من سيادة اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي. يا فندم مشرف ومنور دايماً، سعيد بتواجدك معايا. ربنا يخليك يا كابتن كريم، ومبسوط قوي إن أنا معاك. أنا أسعد يا فندم. طبعاً يعني زي ما حضرتك قلت نتيجة تقيلة جداً، ما صادفتناش من ساعة ما صعدنا للدوري الممتاز إن إحنا نتغلب 5، وخاصة إن الخمسة دول فيهم 4 في شوط. صحيح. وخاصة إن إحنا كنا متقدمين 1-0. لكن طبعاً يعني بالتأكيد في أخطاء، وبالتأكيد في سلبيات. وقعدت أنا ومشرف على الكورة مع الكابتن طارق. أيوه. وتناقشنا طبعاً في الكلام اللي حصل النهاردة، لأن ده أول مرة يحصل. وطبعا اولا يعني عشان بس يعني كل الناس بتتساءل، طبعا احنا مجددين الثقه في الكابتن طارق مصطفى. ايوه. الكابتن طارق مصطفى مستمر معانا، وهو من ساعه ما جه وهو يعني مدير فني عنده فكر وكفء، ولسه راجع من المغرب واخد اعلى دوره تدريبيه. طبعا مدرب كبير. طبعا. وعمل معانا نتائج كويسه، وبدا الفريق حتى يؤدي كوره يعني. صحيح. بشهاده الجميع. صحيح. لكن طبعا اكيد طالما النتيجه دي حصلت يبقى في اخطاء وفي سلبيات لابد انها تدرس وتتعالج. وطبعا يعني سبب باليقين ان طبعا في لعيبه مقصره ومستهتره. ويعني مش مقدره قيمه النادي اللي هي بتلعب فيه ولا قيمه التيشيرت اللي هي لابساه. وده هيكون للجهاز الفني وللاداره موقف معاهم خلال الفتره اللي جايه. وبرضه اتفقنا على وقف المستحقات المالية لكل الفريق لغاية نهاية الموسم إن شاء الله. وإحنا كأدارة عندنا قناعة إن شاء الله، يعني الكابتن طارق والمجموعة اللعيبة اللي عندها روح واللي مقدرة قيمة التيشيرت اللي لابساه وقيمة النادي اللي هي فيه. أعتقد هنعبر الأزمة دي إن شاء الله، ويبقى بإذن الله يعني نتدارك الموقف ونبقى في مكان امن في جدول الدوري. العقوبات على اللاعبين هتتوقف عند عقوبات ماليه ولا ممكن نشوف استبعاد بعض اللاعبين الفتره اللي جايه؟ لا، في استبعاد لبعض اللاعبين طبعا. في استبعاد لبعض اللاعبين. اه طبعا، في لاعيبه كابتن كريم مش مقدره قيمه النادي اللي هي بتلعب فيه ولا التيشيرت اللي هي لابساه ولا الوضع المميز اللي هم فيه. فطبعا دول لابد ان هم يبقى في معاهم اجراء حاسم. ويعني اعتقد الكابتن طارق هو اكتر الناس على يعني تحديد القصه دي. يعني كم لاعب تقريبا يا سياده اللواء؟ لا، ده بتاعت الكابتن طارق. يعني احنا يعني كمبدأ. انا افتكرت ان هو اتكلم معاك يعني في عدد اللاعبين اللي عايز تبعد. لا، اتكلمنا كمبدا يعني. طيب سياده اللواء، انا كنت لسه بقول في المقدمه دلوقتي قبل ما حضرتك تدخل معايا على طول، انه نادي البنك الاهلي من اكتر الانديه اللعيبه دلوقتي في الدوري المصري تحب تلعب في البنك الاهلي. استقرار اداري، استقرار مالي، اجهزه فنيه، ملاعب تدريب محترمه، في تفاصيل كتيره تخلي اللاعب يحب يلعب في البنك الاهلي دون اي مشاكل او اي ازمه. ورغم كده النتائج فيها مشكله. يعني انا بقعد انا حتى مع ضيوف هنا اقعد اتساءل، اقول تحديدا البنك الاهلي لابد ان يكون في مكان افضل من كده بكتير طبقا لكل هذه المعطيات. طبعا بالتاكيد، والدليل على صدق كلام حضرتك يا كابتن كريم ان احنا في ماتشات بنأديها كويس جدا. صحيح. وبنطلع يعني كسبانين بسكور. فاذا انت يعني انت تقدر وتستطيع وعندك الامكانيات كلها. الامكانيات الفنيه والاداريه والاداره وكل المنظومه، كل عنصر في المنظومه يا كابتن كريم بيشتغل يعني زي الحمد لله زي ما بيقول الكتاب. صحيح. لا يوجد يعني، لكن سبب بقى ان التقصير من اللاعبين. وبالتالي لابد من الحساب ولابد من المحاسبه. صحيح. ودي اتفقنا عليها كاداره وكمدير فني. صحيح. لان طبعا كمان الفتره اللي جايه يا كابتن كريم احنا الماتشات مضغوطه في شهر مايو لغايه التوقف الدولي اللي جاي. وخلاص انت النقط اللي بتفقدها دلوقتي في المرحله اللي احنا فيها دي مش هترجع. انت داخل على منتصف تقريبا الدور الثاني يعني. صحيح. وخلاص يعني والفروقات قربت جدا ما بين مثلا 4-5 فرق اللي هم تحت. فاللي مش هيلحق نفسه اعتقد مش هيقدر ان هو يعني يتجاوز المرحله دي. بنشتغل على نفسنا وبنشتغل على الاخطاء والسلبيات اللي ظهرت. وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هنكون في وضع افضل ان شاء الله. ان شاء الله. سياده اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا واتمنى لك كل التوفيق.